تمام، فالآن راح نبدأ بالتوبيك 5 أو بالشابتر 5 اللي هو موضوعه النمبرينج سيستم والتوز كومبليمنت اللي هي الأنظمة الرقمية والتحويلات من نظام إلى آخر، لأنه راح ناخذ أربع أنظمة رقمية: الباينري، الديسيمال، الأوكتال والهكساديسيمال. فرح ناخذ النمبرينج سيستم اللي هم الانظمه الرقميه، فاكتس اباوت باينري نمبر، رح ناخذ بعض المعلومات على الباينري نمبر، كونفرجن بتوين سيستمز، كيف نحول من نظام الى اخر وهي رح تاخذ معنا اغلب وقت الوحده، الباينري اديشن هي ممكن اعطيكم اياها ممكن لا، اللي هي كيف تعمل عمليه جمع للباينري نمبر، واخيرا التوز كومبليمنت كيف تمثل ارقام السالبه، كيف تمثل أرقام السالبة راح يتم تمثيلها بالتوز كومبليمنت وراح نحكي عنها يعني إذا صار مجال أو إذا صار اتفاق إنه نحكي عنها راح نعطيكم التوز كومبليمنت. أوكي، الآن في عندنا learning objectives والcommon number systems. الآن راح نبدأ من هنا. الآن يا شباب في عندنا عدة أنظمة رقمية، عدة أنظمة رقمية بتقدر عبرهم إنك تعبر عن الأرقام، إنك تمثل الأرقام، منها الديسيمال سيستم، منها الديسيمال سيستم اللي هو النظام العشري، ديسيمال مقصود فيها العشري، فالنظام العشري اللي هو النظام اللي احنا الان عم نتعامل فيه. انت بتحكي علامة الميد من 30، تحكي علامتي مثلا 15 من 30، مثلا بتحكي ان اليوم التاريخ عندنا 20 12 20 12، هاي كلها ارقام بالديسيمال، كلها أرقام بالنظام العشري. بتحكي راتب موظف مثلا 300 دينار، هذا كلها أرقام بالنظام العشري اللي هو البيز لإله 10، والسيمبولز أو الرموز أو احتمالات أي خانة، احتمالات أي خانة راح تكون 0 0 1 2 3 4 إلى 9 إلى 9، فأي خانة بنظام العشري بيكون إلها 10 احتمالات، 10 احتمالات إما 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 إلى 9، عشان هيك سموه نظام عشري لأنه عندك أي خانة إلها 10 احتمالات. طبعا من 1 ل 9 هذول إذا عديناهم بيطلعوا 9، من 1 ل يعني ل 9 هذول إذا عديناهم بيطلعوا يعني 9، و 0 هي 10 وزيرو هي 10. الآن النوع الثاني من الأنظمة اللي هو الباينري، الباينري هو النظام الثنائي، النظام الثنائي اللي البيز لإله 2، الأساس لإله 2، والسيمبولز اللي عندك له احتمالين 2 أي خانة، إما 0 أو 1، أي خانة بالباينري إله إلها احتمالين، إما 0 أو 1، إما 0 أو 1. طبعاً الباينري نمبر اللي هم المشين لانجوج، اللي هي المشين لانجوج اللي هي لغة الآلة اللي هي 0 أو 1. الآن النوع الثالث من أنواع النمبرينج سيستم اللي هو الأوكتل، الأوكتل هو النظام الثماني، الأوكتل هو النظام الثماني، يعني كل خانة أو كل ديجت إلها 8 احتمالات، كل ديجت إلها 8 احتمالات، فالأوكتل البيز عندك 8، وأي ديجيت بالأوكتل بيكون إما 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، اللي هما من 0 إلى 7، هذول لو عديناهم كلهم بيطلعوا 8 أرقام، بيطلعوا 8 أرقام، من 1 ل 7 هي 7 أرقام، والصفر الرقم الثامن، فثمان أرقام. فهذا هو نظام الأوكتل، نظام الثماني. آخر نظام رح ناخده اللي هو الهكسا ديسيمال، الهكسا ديسيمال هو نظام السادس عشر، نظام السادس عشر البيز لإله 16، وأي ديجت فيه بيكون له 16 احتمال، من 0 ل 9 كالمعتاد، العشرة بمثلها بA، العشرة كديسيمال، عشرة بالديسيمال هي A كهكسا، البي هكسا هي عبارة عن 11 ديسيمال، البي هكسا هي 11 ديسيمال، السي 12، الدي 13، الاي 14، والاف 15. الاف عبارة عن 15، يعني اف بالهكسا عبارة عن 15 بالديسيمال. الآن هذول كلهم
من 0 إلى 9 بعدين A, B, C, D, E, F هذول كلهم عددهم 16 هذول كلهم عددهم 16 كلهم عددهم 16 فمن هنا إنه أي خانة بالهكساديسيمال إلها يعني ممكن تكون من 16 احتمال ممكن تكون 0, 1, 2, 3, 4, 5 إلى 9 ممكن تكون A, B, C, D, E, F من 0 إلى 9 هذول 10 A 11 B 12 C 13 D 14 ال E 15 وال F 16 فهذول 16 احتمال 16 احتمال طبعا احنا رح ناخذ تيبل كيف رح يكون شكل الديسيمال مقابل الباينري مقابل الاوكتال مقابل الهكسا هذا الاشي رح يمكن رح يوضح المعلومة بالنسبة لكم بشكل اكثر. طيب شباب لحد الان حد عنده اي سؤال؟ لحد الآن حد عنده أي سؤال؟ طيب الآن رح نأخذ مجموعة معلومات عن الكاباسيتي للستورج أو كيف أنا بقدر أقيس وحدات تخزين البيانات فرح نأخذ facts about binary number Each digit of a binary number, each zero or one is called bit. كل خانة بالباينري نمبر بيكون إما zero أو one وهذا zero أو one نحن بنحكي عنه bit. هذا نحن بنحكي عنه bit. لأن هنا في عنا شباب وحدات لقياس سعة تخزين البيانات. كيف أنت لما تحكي أنا عندي هارد ديسك نص تيرا أو عندي تليفون في 128 جيجا أو عندي تليفون في 4 جيجا بايت رام أو السيرفر في سيرفر مثلاً واحد من الشباب عمل سيرفر في سعة 100 تيرا بايت هاي عبارة عن وحدات قياس تخزين البيانات كيف أنت لا بدك تقيس كمية البيانات اللي ممكن أخزنها على هاي الهارد ديسك أو على هاي الفلاش أو على هذا التليفون فأنت بتقيسها بالكيلو أو الميجا أو بالجيجا أو بالتيرا فهي عبارة عن وحدات لقياس كمية البيانات فعندنا أول إشي البت طبعاً البت معروف اللي هو إما 0 أو 1 وهو أصغر كمية بيانات بيعالجها الكمبيوتر وحتى بيخزنها الكمبيوتر هو البت لأن بعد البت عندنا بايت واحد بايت عبارة عن 8 بت الواحد بايت عبارة عن 8 بت يعني 8 بتات الواحد كيلو بايت اللي هو عبارة عن 2.10 بايت الواحد كيلو بايت اللي هو 2.10 بايت طيب 2.10 بايت إيش معناها هاي 2.10 بايت إيش معناها لما تحكي 2.10 آي عبد الله المخاطرة 2 ضرب 4 ضرب 4 10 مرات يعني نضربها ببعضها 2 تمام أحسنت فإذا هي معناها 2.10 معناها 2 ضرب نفسها 10 مرات يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 هاي العملية بتسويها أنت 10 مرات فهي هي 2.10 الآن 2.1 2 2.2 2.2 4 2.3 8 2.4 16 2.5 32 2.6 64 2.7 128 2.8 256 2.9 512 2.10 1024 فال2.10 بايت اللي هي 1024 بايت 1024 بايت نحن بنحكي عنها تقريبا 1000 بايت 1000 بايت فاذا الكيلو بايت اللي هو 1024 بايت اللي هو تقريبا 1000 بايت لان بعد الكيلو بايت عندك ميجا بايت الميجا بايت اللي هو 2.10 اللي قبله طبعا هذول بالترتيب بايت كيلو ميجا جيجا تيرا بيتا اكسا زيتا هذول بالترتيب فالميجا بايت اللي هو 2.10 اللي قبله هو الكيلو فاذا الميجا هو 2.10 الكيلو بايت والكيلو بايت نفسها هي 2.10 بايت فالميجا بايت بيساوي 2 اس قديش بايت شباب الميجا بايت بيساوي 2 أس قديش؟ 20 2 أس كم؟ 20
سامع محمد عماد مش سامع صوتك. 20 يعني. تمام أشكرك محمد. فإذا 2 أس 20 بايت. فإذا الميجا بايت اللي هي 2 أس 20 بايت، لأنه الميجا بايت 2 أس 10 كيلو بايت، والكيلو بايت نفسه اللي هو 2 أس 10 بايت. فالميجا اللي هي 2 أس 10 ضرب 2 أس 10، 2 أس 10 ضرب 2 أس 10، فبالتالي هي 2 أس 20 بايت. فهذا الإشي بيساوي 1,048,000 إلى آخره بايت، تقريبا بيساوي 1,000,000 بايت، تقريبا بيساوي 1,000,000 بايت. الآن الجيجا بايت اللي هي 2 أس 10 اللي قبلها، اللي هي 2 أس 10 الميجا بايت، يعني 1024 ميجا بايت، والميجا بايت بتحولها لكيلو، والكيلو بتحوله إلى بايت. فالجيجا بايت اللي هو بيساوي 1,073,000,000 إلى آخره بايتس، هذا الإشي تقريباً بيساوي 1,000,000,000 بايت، يعني 1,000,000,000 بايت، تقريباً 1,000,000,000 بايت. لأن بعد الجيجا عندنا تيرا بايت، التيرا بايت اللي هي 2 أس 10 اللي قبلها، يعني 2 أس 10 للجيجا بايت، وهذا الحكي بيساوي حوالي تريليون وإلى آخره بايتس، فهذا بيساوي تقريباً تريليون بايت اللي هي 1,000,000,000,000، تريليون اللي هو 1,000,000,000,000 بايت. طبعاً بعد التيرا في عندنا كيلو ميجا جيجا تيرا بيتا، البيتا والإكسا والزيتا، وفي وحدات غير هيك أنا مش متذكرهم صراحة. فعندنا الآن الوحدات اللي هم الكيلو ميجا جيجا تيرا بيتا إكسا زيتا، هاي وحدات لقياس قديش عندك بيانات. ومهم الترتيب، مهم تكون حافظهم بالترتيب. أنا أظن إنه الأغلب حافظهم، يعني أنا ما أظن لي طالب فايت آي تي ما بيعرف الكيلو والميجا والجيجا والتيرا، فمطلوب تكون حافظهم بالترتيب كيلو ميجا جيجا تيرا، بعد التيرا إذا بدأ تحفظ هذول للزيادة بصير. وكل واحدة، كل واحدة هي 1024 اللي قبلها، يعني البيتا بايت عبارة عن 1024 التيرا بايت، التيرا بايت 1024 الجيجا بايت، وهكذا. الآن هذول الأرقام اللي هنا هذول مش للحفظ، سوري، هذول الأرقام مش للحفظ. تعرف لي بالبايت قديش بالضبط مش للحفظ، لكن عليك تعرف إن الكيلو هو 1024 اللي قبله، يعني البايت 1024 بايت اللي هو 2 أس 10 بايت، وبتكمل نفس المنوال على الباقي. الجيجا بايت اللي هو 1024 ميجا بايت اللي هي 2 أس 10 ميجا بايت، وبتقدر بعدين تحولها للكيلو أو للبايت إذا أنت هذا السيكونس كنت حافظه. أما هذول الأرقام يعني مش شرط تحفظهم أكيد، وما في داعي تحفظهم أصلاً، ما في داعي إن تحفظهم. الآن بالنسبة للتحويلات، بدك تحول من وحدة كبيرة لصغيرة أو من وحدة صغيرة للكبيرة. أنا بدي أعطيكم مثال بسيط. أنت اللي لما تحكي أنا ما عندي كيلو، مثلاً كيلو بندورة، نحكي كيلو بندورة، هذا الكيلو في كم من جرام؟ في 1,000 جرام، في 1,000 جرام، الكيلو في 1,000 جرام. شو سويت أنت؟ بدك تحول من كيلو للجرام. الكيلو وحدة كبيرة، الجرام وحدة صغيرة، بدك تحول من الوحدة الكبيرة للصغيرة، بدي أضرب. فالكيلو بيساوي كم جرام؟ 1,000 جرام، يعني كيلو 1 ضرب 1,000 يساوي 1,000 جرام. فأنت بتحولها بشكل بسيط. الآن العملية العكسية، بدك تحول من الوحدة الصغيرة للكبيرة. لما تحكي أنا عندي 2,000 جرام، 2,000 جرام بطاطا، 2,000 جرام بطاطا هدول بيطلعوا قديش كم كيلو؟ 2,000 على 1,000 2، فالألفين جرام بيساوي 2 كيلو، 2,000 جرام بيساوي 2 كيلو. فإذا لما تحول من وحدة صغيرة للكبيرة بدي أقسم. نفس الشيء هنا، إذا أنا بدي أحول من جيجا إلى كيلو، أنا بدي أحول من الوحدة الكبيرة للصغيرة، فبدي أضرب. لما بدي أحول من ميجا إلى تيرا، من ميجا إلى تيرا بدي أحول من الوحدة الصغيرة إلى الكبيرة، فبدي أقسم. الآن مثال على ذلك،
عندنا 5 جيجا بايت، قديش بيساوي بالبايت؟ هي الجيجا وهي البايت. فالخمسة جيجا كم بيساوي بالبايت؟ بدي أحول من الوحدة الكبيرة اللي هي الجيجا إلى البايت اللي هي الوحدة الأصغر. فالتحويل من الوحدة الكبيرة إلى الصغيرة أنا بدي أضرب، بدي أضرب، فبحول 5 جيجا إلى ميجا، الميجا بحولها لكيلو، والكيلو بحوله إلى بايت. فالخمسة جيجا بيساوي كم بايت؟ بيساوي 5 × 1024 حولناها إلى ميجا، ضرب 1024 حولناها لكيلو، ضرب 1024 حولناها إلى بايت، حولناها إلى بايت. فإذا هذا الحكي بيساوي 5 × 2 أس 30، لأنه 1024 هي 2 أس 10، فاثنين أس 10 ضرب 2 أس 10 ضرب 2 أس 10، يعني هذا الحكي بيساوي 5 × 2 أس 10 × 2 أس 10 بايت. الخمسة ما بغير عليها، 2 أس 10 × 2 أس 10 × 2 أس 10 بجمع الأس فبصير 2 أس 30. 5 × 2 أس 30، أرجو المعذرة أنا خطي بالأونلاين بالطريقة هاي ما بيكون جيد. فـ5 × 2 أس 30 بايت، 5 × 2 أس 30 بايت، أو بضرب 1024 × 1024 × 1024 بيطلع عندك مليون، بيطلع عندك مليار، يعني حوالي 5 مليار بايت. إذا بدك تعرف الرقم بالضبط بدي أضرب هذول الأرقام مع بعض. لمثال آخر بدي أحول 10 يعني تيرا بايت إلى ميجا بايت، هي التيرا وهي الميجا، فهذا تحويل من الوحدة الكبيرة للصغيرة، إذن بدي أضرب، فبحول التيرا بضربها ب 1024 بحولها لجيجا، بعدين بضربها ب 1024 بحول الجيجا إلى ميجا، فهي يساوي 10 × 2 أس 20 ميجا بايت، 10 × 2 أس 20 ميجا بايت اللي هي 10 تيرا بايت، اللي هي 10 تيرا بايت. طيب شباب، حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب خلينا نحل الآن سؤال. أنا بعرف إنه اليوم راح أطول عليكم شوية. إذا كان عندنا مثلاً 3 جيجا بايت، طيب خليني أعطيكم أمثلة ثانية. لو كان عندنا 2500 ميجا بايت، هذا كم بيساوي بالجيجا بايت؟ كم بيساوي بالجيجا بايت؟ مين يحكي الآن شو المعادلة اللي أنا مطلوب إني أكتبها؟ مين يحكي لي شو المعادلة اللي بكتبها؟ تفضل يا عبد الله. عبد الله محمد. نقسم 2500 على 2 أس 10. تمام، يساوي 2500 بقسمها، بدي أقسم لأنه بدي أحول من ميجا إلى جيجا، بدي أحول من الوحدة الصغيرة إلى الكبيرة، فأنا بدي أقسم على 2 أس 10. 2 أس 10 قديش بتساوي؟ 1024. حسنت، 1024. إذن 2500 على 1024 جيجا بايت. طيب هذا الحكي بيساوي، هاي على الكالكوليتر على الآلة حاسبة، ألفين وخمسمية تقسيم 1024 ويساوي 2.44 جيجا بايت، عبارة عن 2.44 جيجا بايت. أوكي. طيب الآن مثال آخر، 16,400,000 1 2 3 كيلو بايت، هذا بدي أحوله إلى جيجا بايت. 16,400,000 كيلو بايت بدي أحولها إلى جيجا بايت. مين يحكي الآن شو المعادلة اللي أنا بدي أكتبها؟ تفضل يا عبيدات. دكتور، بنقسم الرقم هذا على
اثنين أس 20. أوكي، بدي أقسم هذا الرقم اللي هو 16,400,000 واحد اثنين ثلاثة، بدي أقسمه على 2 أس 20. أوكي، 2 أس 20 قديش يا بتطلع؟ 2 أس 10 هي 1024، ألف وأربعة وعشرين ضرب 1024. أوكي، فإذا الرقم اللي هو بالكيلو بايت أنا بدي أحوله لجيجا، فبحاجة إني أقسم على أقسم، فبقسم على 1024 بحوله لميجا، بقسمه على 1024 ثانية بحوله إلى جيجا، فأنا فورا قسمته على 1024 في 1024 اللي هي 2 أس 20 زي ما حكى زميلكم. الآن نحسبها على الآلة الحاسبة اللي هي 16,400,000 واحد اثنين ثلاثة تقسيم 1024 هي أول مرة يساوي، تقسيم 1024 للمرة الثانية بيطلع عندنا 15 فاصلة يساوي 15.64 جيجا بايت، بيطلع عندنا بهذا الشكل بالجيجا بايت. طبعا زي ما حكيت السيكونس هذا مهم تكون عارفينه، مهم جدا انه الواحد يكون عارفه.